بعد غياب عن الإطلالات الإعلامية، ظهرت الممثلة السورية كندا علوش بلقاء عبر برنامج كلام نواعم بعدما انتصرت على المرض الخبيث وبدت قوية كما عهدناها، وقالت إنها ستعود إلى الفن بعدما ابتعدت عن الشاشة خلال الشهور الماضية، وهذا ما حدث في الكواليس. كم صار لنا نحكي لك جيبها حبيبتي صراحة بس يا جماعة أنا شبهتها بشمس البارودي بس أحلى حبيبتي والله انبسطنا فيكي ثانك يو وأنا شبهتك بمين شبهتك بصبا مبارك صبا مبارك صبا حبيبتي وقمر فيا بختي جدنا على الحلقة كمان نورتي نورتي نورك يا نجاح ونورتي نورك 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 الشخصية الحلوة ما شاء الله ثانك يو ثانك يو اليوم بالبرنامج تكلمنا عن كل شيء بس فاتنا نتكلم عن موضوع جدا مهم اعمالك الجديده شفته انت بتاخذي السكوب صح فعلا بعد توقف يعني وقت شوي هلا رح يكون عندي ان شاء الله عمل اسمه اعراض انسحاب مع امير كراره هو 10 حلقات مع مخرج انا كثير بحبه واشتغلت معه قبل هيك هو محمد سلامي والمؤلف اسمه اسلام حافظ وسعيده جدا ان هي اول تجربه رح تجمعني بالنجم امير كراره اللي انا اصلا بحبه على المستوى الفني والشخصي اعراض انسحاب يعني احنا نقول كانها انسحاب من علاقه لا ما رح اقول لا هي اعراض انسحاب رح اتركها للناس هو الاسم اعراض انسحاب واللي انت قلتي صح لانه ممكن تكون اعراض انسحاب من اي شيء اعراض انسحاب من علاقه من مشكله من يعني اشياء كثيره يلا المهم نورتينا وكل التوفيق لك يا رب في برنامجك كوليس ما بعد المشهد